أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن قوة دفاع البحرين تحظى تحظى بالتقدير العميق والثقة الثابتة في تقديم أجمل صور التضحية والولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة والحرص على ضمان استقرار الوطن وحماية منجزاته. ونوه معاليه بالدور الذي تطلع به قوه دفاع البحرين من خلال الدعم الملكي السامي لهذه القوه العسكريه الباسله في الدود عن مقدرات الوطن ومكتسباته وحفظ امنه واستقراره ومنجزاته الحضاريه بجاهزيه عسكريه ودفاعيه متقدمه